السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس علي ربيع. بنكمل مع بعض في موديول 5. في الفيديو ده هنحل ورك شيت رقم 5 بعنوان Resistive Loads او الاحمال الاومية. اول سؤال معانا، السؤال رقم 1 بيقول: اذكر انواع الأحمال في الدوائر التيار المتردد. طبعا عندنا ثلاث أنواع من الأحمال. أول نوع هو الأحمال الأومية اللي هي بتبقى عبارة عن مقاومة. عندنا النوع الثاني اللي هو الأحمال الحثية زي الموتور زي المواتير. عندنا النوع الثالث من الأحمال هو أحمال أومية وحثية معا. طبعا هو المفروض إن مفيش أحمال حثية 100%، أي حمل حثي بيبقى معاه مقاومة برضو، بس بتبقى مقاومة صغيرة جدا، لذلك إحنا بنهملها وبنعتبر إن الحمل حمل حثي بدون مقاومة. السؤال الثاني بيقول: ارسم الشكل البياني لتغير الجهد والتيار مع الزمن للأحمال ذات مقاومة في دوائر التيار المتردد. طبعا هو عاوزني ارسم الجهد والتيار مع الزمن اللي هي الساين ويف، اللي هي شكل الموجة بتاعت الجهد والتيار. طبعا احنا درسنا الأحمال الأومية وعارفين إن شكل الموجة هيكون بالشكل ده. قدامنا على محور الزمن أهو، تي مضروبة في الأوميجا اللي هي التردد الزاوي، الأوميجا اللي هو أوميجا تي على بعض اللي هي الزاوية. وعندنا المحور الأفقي متقسم لزوايا 2 باي على 2 اللي هي 90، وباي اللي هي 180، وثلاثة باي على 2 اللي هي 270، واتنين باي اللي هي 360. وعندنا التي اللي هو الزمن الدوري اللي هو الزمن دورة كاملة، يساوي اللي هو مقلوب الفريكونسي التردد. وعندنا المحور الرأسي محطوط عليه قيم الاي ار والفي ار اللي هي القيم الماكسيموم، القيم العظمى للموجة بتاعت الجهد والتيار. عندنا دي الموجة بتاعت الجهد، وادي المعلى بتاعت الجهد V بتساوي R في I maximum sin omega t، اللي هو ممكن برضو R في I maximum على بعضها ممكن نسميها V maximum. تمام، دي هي معادلة الفولت. وعندي برضو معادلة التيار، طبعا موجة التيار بتكون أصغر من موجة الجهد، لأن التيار عبارة عن الجهد مقسوم على المقاومة، وبالتالي تبقى تكون قيمته أقل من الجهد. وأدي المعادلة بتاعت التيار، الآي هيساوي آي ماكسيمم ساين أوميجا تي. طبعا شايفين إن مفيش فرق في الطور ما بين الموجتين، الموجتين ليهم نفس الطور، ليهم نفس الزاوية، بيبدأوا مع بعض وبيتقاطعوا مع بعض عند المحور الأفقي، وبينتهوا مع بعض برضو بدون أي فرق في الزاوية أو الطور. وبالتالي في المعادلة هنلاقي إن هي ساين أوميجا تي ساين أوميجا تي في الاتنين، مفيش أي اختلاف. السؤال الثالث معانا بيقول: إذا كان لديك غلاية شاي ومقاومة بداخلها 60 أوم، وتم توصيلها بمصدر جهد متردد 240 فولت، عاوز ألف احسب التيار المار في الدائرة، وب ارسم متجه التيار والجهد. طبعا التيار المار في الدائرة دي دائرة بسيطة جدا، عبارة عن جهد ومقاومة. احنا عندنا قانون أوم، في على ار، بالتالي نقدر نعوض في المعادلة اي تساوي في على ار. عندنا الفولت ب 240 فولت على
المقاومة 60 أوم هتساوي 240/60 فيها 4 أمبير، يبقى ده التيار اللي مار في الدائرة. رقم ب، عاوزني أرسم متجه التيار والجهد. طبعا عارفين إن الشكل مش هيكون فيه فرق في الزاوية بين الجهد والتيار، نلاقيها بالشكل ده. آدي الجهد عندي خط أفقي زاوية 0، طالما ما ادانيش زاوية يبقى أعتبر إن الزاوية 0، وبالتالي هرسمه خط أفقي، تمام. ده اللي هو الجهد. نيجي بعد كده للتيار. التيار طالما إن الحمل حمل أومي مقاومة فقط، يبقى التيار هيكون إن فيز، يعني نفس الزاوية، مفيش فرق في الزاوية، مفيش فرق في الطور ما بين التيار وما بين الجهد، وبالتالي هيكون على نفس الخط الأفقي، ولكن هيكون إيه؟ إن هو أقصر من الجهد، لأن التيار بخارج قسمة الجهد على المقاومة، وبالتالي قيمته بتكون أصغر، وبالتالي بيكون على نفس الخط، مفيش فرق في الزاوية ما بين التيار والجهد. السؤال الرابع بيقول: إذا كان لديك دائرة متصلة بمصدر جهد متردد قيمته 100/30 فولت ومقاومة 50 أوم، عاوز ألف احسب التيار المار في الدائرة، وب ارسم متجه التيار والجهد. طبعا المسألة دي شبه المسألة اللي فاتت بالضبط بتاعت الغلاية، هي بس الفرق الوحيد ان هنا في طبعا في الزاوية دي مش هتأثر معانا في حاجة، لأن الحمل بتاعنا عبارة عن مقاومة فقط، وبالتالي مش هيكون للزاوية أي تأثير معانا في الحسابات، حساب التيار. وبالتالي هنعوض في نفس قانون أوم، I اللي هو التيار هيساوي V على R، الفولت اللي هو 100/30 على 50 أوم هتساوي 100/50 اللي هي 2 أمبير، والزاوية طبعا ايه الأمبير، التيار هياخد نفس زاوية الفولت لأن الحمل بتاعي عبارة عن مقاومة فقط، وبالتالي التيار بتاعي هيكون 2/30 نفس زاوية الفولت. رقم ب، عاوزني أرسم متجه التيار والجهد. طبعا أنا برسم، ما ببدأ بالجهد في الأول. الجهد عندي 100/30. الجهد هنا مش زي المسألة اللي فاتت كانت ما كانش ليه زاوية، أو كانت الزاوية بتاعته 0 فرسمت خط أفقي. هنا الجهد الزاوية بتاعته 30، وبالتالي أنا هرسمه مايل بزاوية 30. ده خط أفقي. هرسم الفولت، متجه الفولت بزاوية مايل بزاوية 30 مع الأفقي، وده يبقى هو متجه الفولت. ثم أجي أرسم متجه التيار بنفس الزاوية، بنفس الزاوية اللي هي 30، هيكون على نفس الخط بتاع الفولت، لأن الحمل بتاعي عبارة عن مقاومة، حمل أومي، فبالتالي مفيش فرق في الطور، مفيش فرق في الزاوية ما بين التيار والجهد، وبالتالي هيكون على نفس الخط، وهو ده المتجه، متجه التيار والجهد للدايرة اللي معانا.